هو اللي بيشتغل هنا. المقاومة ده مصر طول عمرها مصر حرة. ياخدها واحد. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. تعامل الامن انا راضي عنه ما عدا من 10 دقائق ما بداوا يضربونا بالقنابل الان واوقفونا اهو. هم بيحاولوا يمنعونا من وصول لجنة التحرير لكن احنا هنصل اهو. وغيرنا هيصل مش احنا بس، كل الشعب المصري هيوصل للتحرير. الصحافه فين؟ الارهاب اهو. محدش يمشي. محدش يمشي. محدش يمشي يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. عايزينه عشان هما في بطاله والميه غليت والكهرباء غليت والضرايب غليت. الصدق اللي بيحصل النهارده شيء رائع، شيء رائع. استمرار هذه التجمعات اللي هي ثوره بكل معنى الكلمه هو اكبر ضمان للتغيير. عليهم انهم يبقوا وعليهم انهم يستمروا لانهم حتى الان عملوا شيء لا نظير له في التاريخ المصري من ايام ثوره 19. مش نظير. احنا مشينا من مسجد الصفا هنا في حوالي 20,000 واحد قاموا هناك لغايه قطع المحمول، قطع الانترنت، هل غير شيء من هذه الغفلان الجميله؟ لا ضغم عليه بس الامونيا بس بتتكلم بس لا رمي على المرميه على الارض. شدي حيلك يا مرمي. شدي حيلك يا مرمي. انا شايله اولادي بقول الشعب ده قاعد كده وكل كده قدام اكشف يموتوه دول اخواتنا. ما حدش يا جدعان احنا بس منع عربيات دي في عهده. يلا غلط. الشعب